نسيم نيكويست وولتر هاج ومعهم مين وجدي عمران عم بيلعب بطوله ممتازه وحاليا دوايت هاورد على اول بوزيشن بيسلمها عند ماكنزي مور كرة عند ماكنزي مور مشاهدين الكرام بيعكس الكره من سايد لسايد والثلاثيه الان بتتسجل اي اول 3 بوينتس للفريق الفلبيني بالجيم اول 3 بوينتس للفريق فريق سترونج جروب الفلبيني 30 وحاليا الدكتور ما لهمه شيء الدكتور راح وقال يا هادي يا محمد بشير السعدي اللي عنده 62 نقطة أيضا لكن حاليا في 3 بوينتس عم تتسجل لقلب الأسد أمامنا قلب الأسد اللي بهالبطولة سجران الأهلي طرابلس عم يفرجينا مزيكا نسيم بيسجل أمام مين أمام بطل الأم بي أي ولا همه اللاعب اللي كان الأفضل على مستوى الريباوند في الأم بي أي على ثلاث نقاط الضايعة يا سلام على البوكس أوت يا سلام على الفاست بريك الليبي شو بيجنن شو بيجنن شو بيجنن الروعة روعة روعة القادمين من ليبيا عم بيلعبوا يا جماعة باسكت بول ممتعة القادمين من طرابلس عم اللاعب بيقدر يشوط على مسافات من سبعة عالية لسه ما خلص كلامي جوردان هيدينج ما بينترك كوتش فؤاد ما بينترك فريق الأهلي طرابلس جوردان هيدينج أبدا ما بينترك ثلاثة عشر ستة وجدي عمران برضو ثلاثية للفريق الفلبيني لكن في خطأ هجومي لكن سلة محتسبة بذات الوقت السلة أكيد راح تحتسبها والحكم أشار إلى ثلاثية لأنه بالوقت اللي صار فيه وولتر هوج بيقدر يعوض طبعا بيقدر يوقف وشوت ويسجلها كمان على مسؤوليتي واو روعة 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 ما أروعك يا وولتر هوج نقطة الخامسة لوولتر هوج باوند هجومي لعب جماعي وحتى اللي عنده الكرة الثعلب بيقدر يمر وبيقدر يتسجل مش ممكن مش ممكن مش ممكن ما أروعك يا وولتر هوج ما أحلاك يا وولتر هوج النقطة السابعة لوولتر القادمين من طرابلس شوف الآن خانقينهم تماما قالوا لهم شوتوا من برا بس شوتوا من برا ممنوع تمروا ممنوع تمروا لكن على البوت ضاعت أندري بلاتش اللاعب العملاق ممنوع المرور أول سلة للي حصل على الجنسية الفلبينية عام 2014 المولود ب 22 أغسطس عام 1986 لكن وولتر هوج عندي إحساس اليوم رايح لرقم كبير تعرفوا ليه؟ تعرفوا ليه؟ بهمه كتير المفروض تستلم الكرة على الأرض عموما الكرة عند ماكنزي مور مور بروح في عند جوردان هيدينج نقطتهم الرابعة اليوم على الفاست بريك هاي أول سلة لهم بالفاست بريك الفريق اللي متعود يسجل طرابلس الكرة لأنه أي كرة ضائعة معناها سلة سهلة محمد بشير السعدي يا سلام يا سلام على الروعة ثاني 3 بوينتس ثاني 3 بوينتس له بالجيم لكن السؤال أنت أجمل من هيك لفريق الأهلي طرابلس لكن لازم يكون حذر من الفاست بريك والروعة روعة روعة حاليا ماكنزي مور بثالث سلة لهذا الكوت تشارلز تو ثلاث سلات كلهم بالفاست ماكنزي بيقدر يشوت طبعا بيقدر يشوت انترك روعة 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 ماكنزي مور عم بيسجل نقطة الخامسة من كين خمس نقط لماكنزي مور لازم يحتك لازم يكون قتالي لازم يروح على السلة صعب تقول له ما تحتك عموما هنا في الرد عن طريق وولتر هوج بنقطة ال 11 من كين وولتر هوج برافو عليك بوينتس الضايعة ريباوند عند أندري روبرتسون تمريرة عثمان الصديق بيتدخل لكن درايف على الباسكت من الفريق السترونج الفلبيني بالوقت اللي وولتر هوج عم بيحاول إذا ربع أول ممتاز اللي بيه حلوين اللي بيه مرعبين القبطان طار القبطان مر القبطان بيحاول يسجل وعثمان منك يا عثمان منك يا عثمان اثنين ريباوند بعشرين ثانية وأول باسكت لعثمان الصديق جوردان هيدينج ثاني 3 بوينتس لأنه بالجيم ثاني 3 بوينتس لجوردان هيدينج في المباراة نقطة التامنة نسيم بدروش عنده ست نقاط ممكن نروح لنقطة التامنة في المباراة راح خد قلبي يا رجل خد قلبي يا نسيم ما أروعك يا نسيم ما أروعك يا نسيم نسيم بحي الكل مش أندري بلاتش مر أندري بلاتش تلاعب وأندري بلاتش على الهدى قلت لكم تألان كتير اللي لعب بواشنطن ويزردز طيلا كمان في الدوري الصيني وتواجد ولعب في الدوري الصيني 117 مباراة عموما عثمان عم بيقاتل فريق فلبيني عم بيقاتل تحت الباسكت أندري روبرتسون بلشوا يرجعوا الفريق الفلبيني لمجريات اللقاء الفارق بعد ما وصل لعشرة 3 بوينتس جديدة جوردان سجل مرتين الثالثة على الطريق بعد نصف دقيقة قد نرى وقت نصف على الكوتش فؤاد الفارق أصبح عند نقطة الجمهور الفلبيني هنا في صالة الشيخ راشد بن حمدان عم بيتفاعل مع الثلاثية رقم 6 طرابلس عم بيدافع الزون ديفنس فريق الفلبيني عم بيلف الكرة وعم بيلاقوا بعض على 3 بوينتس كرة تحت السلة أخذوا التقدم و 32 مقابل 31 وقلت لكم بعد نص دقيقة راح يكون طلب الوقت المستقطع على اعتبار كنت عارف ماكنزي مور ماكنزي أندري بلاتش بيحاول يستفيد من المسماتش يطلب الكرة بالإنسايد أمام وولتر هوج
شوفوا هالمسماتش، شوفوا هاللقطة بين وولتر واندري بلاتش، وثري بوينتس هالمرة عن طريق اندري روبرتسون. صاروا مسجلين سبعة ثلاثيات في المباراة، سبعة ثري بوينتس بالجيم. كرة عند دكتور نسيم، بيرد ليه ما بترد؟ ليه ما بترد؟ طبعا بيرد، طبعا بيرد. قلب ليبي قوي، قلب ليبي قوي على أرض الملعب. دقاته طبيعية كتير بهالقاعة. باسكت عند نسيم، نسيم مع الباك بورد. نسيم all day all night، نسيم شو all day all night في كل مكان. نسيم عم بيكون نجم. اندري بلاتش بيسجل ثري بوينتس جديدة. اندري بلاتش بيسجل ثامن ثلاثيات. سترونج جروب بالجيم. وجدي بيتلاعب، وجدي بيحاول، وجدي بيعوض. مش قلت لكم قادر يعوض؟ مش قلت لكم قادر يعوض؟ روعه انت يا وجدي. او سعد بيحاول يعمل درايف على الباسكت، ومحمد بشير السعدي حاليا بنقطته الثامنه بالجيم. جوردان هيدي 13 نقطه لنسيم. وهون كار كيفن على الفري. واو واو واو، مبدع هاللعيب، مبدع هاللعيب، مبدع هاللعيب. نقطته السادسه بالجيم، النقطه السادسه في المباراه. عندك تشانس تروح روح، لكن اظن ما في حدا بيقدر يعمل ريباوند. شوت صعبة والله، والله شوت صعبة. لكن نسيم ما بتقدر تقول له شيء، بتروح بتسلم عليه بتقول له شو هالنجومية، شو هاللعيب، مش معقول، ما شاء الله عليك، رائع. مباراة نسيم في كل مكان، النسيم حاضر. وهنا اندري روبرتسون، والله مباراة بتجنن، مباراة حلوة كثير للفريق الفلبيني وللفريق الليبي. سلم سلم نقطة بنقطة. تقدم 11 على 3 بوينتس، نسيم خلاهم 6. يا سلام على روعة، روعة روعة. من أين لك هذا يا دكتور؟ ما أروعك، ما أجملك يا دكتور، مش معقول يا تبعات. وولتر هودج هداف، لكن هنا نسيم بدروش. نسيم بدروش كل مكان، من المباريات اللي راح تحتفظ بيها بمكتبتك، وكنت محظوظ اني بعلق على مباراتك يا نسيم اليوم. الفلبيني سجل بهالامسي 9 ثلاثيات، العاشرة على الطريق، لأن لاعب ما بيرحم ابدا، ما بيرحم ابدا. روعة. كيفن كيمباو، كيفن كار كيمباو بيسجل 10 ثلاثيات. فريق سترونج جروب الفلبيني، وحاليا صاروا مسجلين 30. وولتر بيدور عند مين؟ بيدور عند الهداف، الهداف يا سلام على التمريره، مدرسه التمريره. مش معقوله، مش معقوله، كيف راح تغيبوا عني؟ كيف راح تغيبوا عني؟ بدروش ومحمد بشير السعد على الاداء. عموما اهلي طرابلس بعد بفارق سله. الكره عند جوردان هيدينج، كره على الثري. واو ما اروعك، مش معقول. نقطتك ال 14 بالجيم. لاعب المنتخب الفلبيني جوردان هيدينج بيعطي التقدم على المنطقه حاليا. كره عند دوايت هاورد، اللي كمان في المباراة لم يظهر بشكل كبير، ارتكب خطأين شخصيين. وحاليا كيمباو هذا الخطير جدا، كيفن كار كيمباو قدر يسجل نقطته ال 11 بالجيم، 11 بوينتس لكيمباو. كرة دائما عند وولتر هوج، بيحاول يمر. وولتر يا سلام عليك، شو لعيب، يا سلام عليك، شو رائع، ما أروعك يا وولتر هوج، روعة وولتر هوج، ممتاز. وايت هاورد بيحاول تحت الباسكت وبيسجل نقطتين أمام نيك ويست، اللي برأيي المفروض يكون أقوى. عموما نيك ويست سمعت من اختير افضل اربع مرات في افضل لاعب على مستوى الدفاع، وحاليا هذا اللي بختاره في كل امسيه، يكون معي فريقي وين ما رحت وين ما اجيت. ما اروعك محمد بشير. محاوله المرور، اندري روبرتسون، كره تحت الباسكت، تمريره ولا اروع من هيك. و 2 بوينتس عم تسجل بهالوقت لويلستون. رح ياخذوا شوت سريع على الثري، رح ياخذوا شوت سريع على ثلاث نقاط. اخذها اللي ما بيرحم ابدا، اللي ما بيرحم ابدا، اللي ما بيضيع ابدا. روعه كار كيفن كيمباو بيسجل، وحاليا اعلى فارق في المباراه 20 مقابل 15، فارق 12 نقطه اعلى فارق. وحاليا نيك بالعالي بيعمل دانك، شو ناقصك تعمل دانك. روعه بتمريره حاسمه رابعه لوولتر هوج بالجيم. وولتر هوج عم بيكون ليدر حقيقي على ارض الملعب. نسيم بدروش بيحاول يمر مع احلاك، ما اجملك، ما اروعك. النقطه رقم 23 لنسيم بدروش بالجيم، روعه نسيم. نسيم بازيمور، محاولات تحت الباسكت، ودوايت هاورد بتو هاند سلام دانك بيسلط فريق الاهلي طرابلس. نسيم الكره عند جوردان هيدي، جوردان هيدي بيسجل على الثري بوينتس وبيرفع الفارق لسبعة، 66 مقابل. بيحاول على الثري بوينتس، برافو عليك. على فكرة هذا التحرك تحرك كوتش، على فكرة هذا التحرك تحرك كوتش، مو بس تحرك لعيبة، لأنه جاي بعد الوقت المطلوب. كوتش عموما دوايت هاورد عم بيتحرك، صاحب الذهبية الأولمبية في الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008. مشاهدينا الكرام، اللاعب شهيرة نيك ويست المفروض تكون نجم بهالمباراة. برافو عليك، جود باس لنسيم
ونيك ويست بيسجل نقطته السادسه بالجيم. المباراه على فارق الاربع نقاط 68 64. هاورد بيحاول. جود ديفنس لوجدي عمران. كره عند كيم باو. جود باس الروعه. جود كاتش. ودوايت هاورد ب 2 بوينتس جديده. النقطه الثامنه للبيج مان. النقطة الثامنة للعب لفيلادلفيا. قلب الأسد أخذ كرة على الفري. يا سلام عليك، ما أرقاك ما أروعك، هو بشوت الكرة طالعة من إيده دقاتها. فغيره وغير محمد بشير السعدي اللي بيتلاعب واللي بيشوت بطريقة محترفة يا جماعة، مش معقول. في نجوم في الام بي اي، في نجوم في الام بي اي مع فريق سترونج كلوب الفلبيني، لكن الهايلايتس الليبية روعة. 42 مباراة وحاليا بايرن بيقتحم المنطقة وبيسجل نقطتين. حاليا الاهلي طرابلس بيرجعوا بيقلبوا الجيم. الفريق اللي كان متأخر 51 5. بوزغي على المتابعة. عمول الكرة عند ماكنزي مور، راحوا له ثلاث اربع لعيبة لكن ما حدا وقفه. جود جاب لماكنزي مور، جود جاب لماكنزي مور. 7 بوينتس لماكنزي مور. مباراة ما في احلى من هي. كرة كان ممكن تعكسها من سايد لسايد. كيم باو، ماكنزي مور، راحت اندري روبرتسون. 74 71، الفرق ثلاثة، أربع نقاط في الثانية سريعة. واحد أمر من الأول، الثاني قطع له وجدي عمران تحت الباسكت، لكن بايرن وزدي قال له ما تقلق ما تقلق أنا حاضر. الأهلي طرابلس أسجل النقطة الرابعة، وحاليا الأهلي طرابلس 75 74. بدكم إحساسي؟ حاول يفتح له مجال. نقطة السادسة قريبة، قريبة كثير، قريبة وسهلة، سهلة سهلة سهلة. على فكرة قربت، قلت لكم فرق الخمسة عندما كانوا متعدين. حاليا حاليا إذا ضاعت هالكرة وراحت الفان ولا يهمك، رجع بترانزيشن عند والتر هوج. والتر عدى، والتر مار. صار الفارق خمسة اللي وعدتكم فيه، صار الفارق خمسة كان وعدتكم فيه. قلت لكم إحساسي ما بخيب، وإحساسي بنيته على طول. جوردن هيدينغ صاحب ال 15 نقطة بيسلم الكرة عند الرابنس، أو سامحوني دوايت هاورد بيسجل نقطته العاشرة بالجيم. إيزي باسكت لدوايت هاورد. والتر هودج الفارق بينزل. هاورد بيحاول. دوايت هاورد. واو نايس موف، نايس موف فوت وورك حلو كثير لدوايت هاورد. نقطة 12 في الجيم، بينزل الفارق لنقطة واحدة. طب الدور على مين؟ يا سلام يا سلام، وش قلت لكم احساسي عالي؟ لا عم بقول لكم احساسي عالي. الدور على وولتر، وولتر بيسجل نقطة 17. احلوة الجيم، احلوة المباراة. والدور الان على اندري روبرتسون. هيوج سلام دانك. 81 80، 81 80. وعلى فكرة زميل دوايت هاورد كيم باو محاولة المرور، كيم باو وهون فيها فاول، ما لازم تنحسب. نو باسكت. حكم بيبدو احتسب فاول على عثمان الصديق، لكن هالمرة كيم باو بيسجل. 82 81. جود جوب لكيم باو. كار كيفن كيم باو عم بيسجل، ممتاز اللعيب. 83 مقابل 81. توصل الكرة عند بايرن ويزلي. ويزلي الى اندري بلاتش. اضاع ايزي لاب. الكرة وين؟ الكرة رجعت فلبيني. سكند شانس عند لاعب شويت شويت، لكن ضايع. سكند وثيرد شانس، والفريق فلبيني عم بيستغل. واندري روبرتسون عم بيسجل، ما لازم ياخذوا سكند شانس. فريق الاهلي طرابلس عم بيعطي سكند شانس، وولتر هودج عم بيتحدى. يربح الفاول من عثمان، وهذا جود فاول من عثمان، فيري جود فاول من عثمان. برضه عثمان بيرتكب خطأ الشخصي الثالث. شو عم بيصير؟ عثمان عم بيعطيه رميات حرة. ما أخيرا عم بيسجل نقطة ال 14 بالجيم، 14 في المباراة. كان عند السعدي الفارق 5 87 82. الفريقين اللي لفت وطلعت الباسكت، وحاليا بايرن عم بيضيع، واللي ضيع بيستعمله. حاليا 16 نقطة لدوايت هاورد، وفريق سترونج جروب في الفلبين عم بيكون سترونج بهاللحظات. وهاورد بنقطة ال 17 في المباراة بيرفع الفارق لسبعة. ما في شيء، انتهى. دقيقة و 59 بقدر اوقفك، وحاليا يا سلام عليك قلب الاسد راح راح وسجل نقطة 22 بالجيم، وعم بيقلص الفارق لخمسة. اوه ان شاء الله ما يكون في اي اصابة. منك يا نسيم بترجع الامور تماما. الكره الصعبه من نسيم بدروش، راح فيها على البايا. السلام على المتابعه. يا سلام يا سلام يا سلام. نيك ويست نقطه الثامنه بالجيم. الثواني الخمسه، الفرقه الليبيه سرقوها، اهل طرابلس سرقوها. راح الدكتور، راح الدكتور مر، والمتابعه واو 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 واو. والمباراه على نقطه،
قلت لكم 30 ثانية حاليا ما بتقدر تغمضوا عينكم فيهم ابدا. رمى الباسكت بول بتقلباتها في لقطاتها هون في فاول ما لازم كان ينعمل ابدا، ما كان لازم تعملوا ابدا، لانه رميات حرة ببلاش، رميات حرة ببلاش. الخطأ الشخصي الثاني على نسيم بدروش، ليش احتكاك؟ احتكاك ما كان له داعي، احتك مع جوردن هيدا. شوف الدوران، هاي مش المرة الأولى اللي بشوفها فيها ولا في الملعب الأول اللي بشوفها فيها، شاهدت كثير في العاصمة الفلبينية. جوردن هيدينج نقطة الثمان طلبة دارك، ما كان مضطر عليه أبدا نسيم بدروش. هذا الفاول كان مفروض تترك اللعب، نو فاول، أعطيته إيزي بوينتس. لكن طب شو مطلوب من أهل طرابلس؟ الأهلي طرابلس راح ياخد الكرة من أقرب مكان. الوقت الإضافي والمتابعة تحت الباسكت وفي بلوك، مباراة ممتازة، مباراة مخيفة، مباراة رائعة، وفي فاول ولازم نرجع للوقت، وفي فاول برميات حرة. طب شو لازم يعمل فريق أهلي طرابلس أكثر من هيك بهالجيم؟ عمل كل شيء بهالجيم. يا ريت مخرجنا إيهاب نور. عموما 91-89 هي النتيجة النهائية لهالجيم. مضى بهالمباراة. Huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.